لا 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 لازم نرجع نشوف السينماتيك ب 14، رجعوا شوفوا ليه السينماتيك يا ستي. شو هي؟ شو هالحلاوة؟ حبيبي والله، تفرج معلم، تفرج يا جميل. يا أخي شو؟ صراع هالحضرة يا شباب، صار لي زمان، زمان كثير ما شفت هيك أشياء. باللوز معلم، حبيبي والله. اوكي شباب، طبعا طولوا بالكم شوي، طولوا بالكم شباب، قبل ما نبلش بأي شيء يا حبيبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا أهلنا. ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتنرات على طبعا شباب. من شوي نزلت لكم مقطع، بعرف مش نزلت لكم مقطع شباب ما تمام، بس ولكن شباب ما بقدر شو، ما بقدر شباب لما نشوف هيك شيء اسطوري عليكم، ما يقدر شباب، ما اقدر، ما اقدر شباب، لازم 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 افرجيكم معلم، تفرج معي شباب. اوكي ليز جزمه حبايبنا، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا الحاضنه الجديده يا شباب، الاساطير اللي حتنزل. اوكي اسمها الاضواء الهندسيه يا اخي، حتى اللي عمل هالحاضنه عليه مهندس يا زلمه، مهندس شو يا زلمه، لا خل طول بالك. اوكي شباب عندنا هون السكين الاول احمر شباب مثل ما انتم شايفين يا اساطير. اوكي طبعا شباب في شيء للاسف الشديد شباب ما راح اقدر احرق هالحاضنه الان شباب، لانه صارت شوي عندي مشكله شباب بالشحن وما تاخر كثير شباب، ما قدرت يعني قلت لا لا خلينا ندخل نسجل المقطع شباب لازم عشان تشوفوا، وان شاء الله اول ما تنزل حاضني على السيرفر اللي عندنا شباب نحرقها شباب ونجربها واحده واحده. اوكي يا ستيف سو المهم شباب مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون التشيكيت تبعه. اوكي طبعا شباب هذا اكيد فيه ميزه شباب، فيه ميزه خاصه الشباب اللي هي يعني مبينه معلم، اللي بتخبي بخبي الحقيبه من ورا مثل ما انتم شايفين شباب، شايفين معي كيف هون عنده من ورا معلم حبيبي والله باللوز. طولوا بالكم طولوا بالكم، خلينا نجي لهون شباب، خلينا نروح على اليمين احسن عشان تشوفوا معلم، هيك تشوفوا على رواق وكل شيء باللوز. عندنا هون شباب الجاكيت تبعه مثل ما انتم شايفين حبايبنا، عندنا هون الحذاء تمام شيء باللوز، شعراته معلم حبيبي والله، طبعا الشخصيه ما يطلع حلو لازم غير الشخصيه معلم. اوكي عندنا هذا القناع تبعه الشباب، هذا الشباب هذا القناع ما فهمت شيء منه، يعني القناع معلم ما شو بيشوف من ورا القناع، الظاهر معلم هذا القناع بيخليك تشوف. المهم اوكي عندنا هذا الشاب الاول اللي اسمه السداسي المنصهر، السداسي المنصهر معلم، معنى السداسي المنصهر مثل ما انتم شايفين يا اساطير. اوكي شيء ثاني، الثاني واحد طبعا هذا الشباب اول واحد بده 3 اقنعه و7 جواهر. اوكي بس الشباب يعني صراحه بيستاهل يعني حبيبي والله. اوكي هذا بالنسبه للاول شباب، عندنا اللون الاصفر تمام، نفس الشيء شباب نفس اللون، بس ولكن شباب ركزوا معي الخلفيه هون عليه صاير دايري هون تمام، وعلى يمينه شباب صاير يعني شوفوا يعني مختلف، صار مربع دايري يعني فهمتوا علي يعني، وصلتوني شباب صدقوني شيء يشبه هالحاد حاضرين ما بعرف يا زلمه، يعني اخذين الشيء من ذاك المسلسل، اكتبوا بالتعليقات بدي اعرف شو وقته فهمتوا، خلاص عرفتوا الدويره والمثلث عرفتها معلم، هذا اللي بيجي ورا خلاص يا زلمه ركزوا معلم. اوكي عندنا التشيكت شباب نفس التصميم تقريبا بس ولكن من ورا غير غير يعني غير اللي هذا بشكل تام. اوكي البنطال حبيبي والله باللوز، الحذاء باللوز، الشعرات معلم اصفار، القناع طبعا شباب شوف القناع تغير شكله كله يعني مو نفس الشيء ابدا، بالعاده شباب الحاضنات بيكونوا تقريبا نفس الشيء بس تغير الالوان بس، ولكن هذول المره معلم كل شيء متغير معلم. اوكي هذا بس بالنسبه للشباب، هذا بيلزمه 5 جواهر و2 قناعات. اوكي خلينا ندخل على اللي بعده الشباب، يعني والله الصراحة الشباب يعني حتى كمان هذا اللي بعده شيء مرتب البنفسجي، شايفين معي كيف شباب الجسم باللوز، طبعا شباب باين من يعني من السكين تبعه يعني شايف ركزوا معي، باين من السكين الشباب انه باين عليه شيء خفيف يعني مو السكينات يعني الضخمة، شيء باللوز. هذا بالنسبة للثالث واحد اللي يلزمه 5 جواهر و2 قناع، يعني شباب شيء ما فهمته شباب هون، هذا بده 2 جواهر و5 قناع. اوكي لا 5 قناع ولا 5 جواهر و2 قناع و5 جواهر هون و2 قناع معلم، شيء باللوز ركزوا معي شيء شباب خليني نفرجيكم طبعا. اوكي بالنسبه للاخير شباب يعني هذا وهذا نفس الشيء، بالنسبه للاخير شباب هذا ثلاث جواهر يا اخي والله هذا كمان حلو يا اخي، طبعا شباب هذا بالنسبه للاخير شباب ركزوا معي كيف ما عنده افكت بس صراحه حلو يا اخي، الصراحة حلو يا اخي صدقوني شباب، هذا عجبني اكثر من هذا الصراحة، يعني هذا يا زلمة طلع لو كان هذا حاطين شوية افكت يعني طلع لازم يكون هذا يا زلمة هذا لا هذا 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 اللي هون لازم يروح على اليسار، وهذا اللي على اليمين لازم يروح على اليمين، على اليسار يروح على اليمين. اوكي ركز معك. اوكي المهم هذا بالنسبة شباب للجسم تقريبا نفس الشيء صغير خفيف، البنطلون اوكي، الحذاء باللوز، الشعرات بيض معلم صدقوني الشعرات شباب صدقوني هذا السكين شباب بالنسبة لي افضل شيء احلى شيء برايي، هذا هو معنى شيء باللوز. اوكي هذا هو يا اساطير. اوكي هذا كمان شباب بيلزمه 3 احجار و1 قناع،
يا سلام عليك، اشي باللوز يا ستير. سو حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين هاي الحاضنة الجديدة رح تنزل شباب. طبعا حبيت نحرق بس ولكن للاسف شديد ما قدرت شباب، ان شاء الله اول ما تنزل يعني باقي الشباب ننزل عنها بالسيرفر تمام ونحرق جد جدا معلم من عيونكم حبايبنا. اوكي سو الان شباب رح افرجيكم شيء ثاني شباب. جايك خليه يكون يا سلام شباب، شو رايكم بهذا السلاح شباب؟ الام بي 5 حبايبنا مثل ما انتم شايفين عن جد اشي باللوز يا سطير. طب هذا شباب هذا اسمه الام بي 5، شبح الفجريه، شبح الحرب. اوكي طبعا كثير قاعد بسال شباب شو هو، شو الخاصيه معلم؟ عنده هون خاصيه معدل معدل الاطلاق 2 معلم، ونفس الوقت يحتوي، شفتوا شو طلع معلم؟ يحتوي على شيء يعني باللوز، وعندنا اختراق الدروع، مخزن ذخيره شوي خفيف. طبعا شباب ليش حبيت افرجيكم هالسلاح شباب نفس الوقت هذا تسريب؟ اوكي لانه شباب بتعرفوا عملوا تحديث للام بي 5 قووه شباب هذا التحديث الجديد، وبتعرفوا الام بي 5 شباب من غير شيء باللوز تمام، وبنفس الوقت لما القطة يا لطيف شو يصير معلم حبيبي والله. اوكي يا اساطير هذا هو السكين شباب تمام، يعني الصراحه شباب شيء مرتب تمام التمام. سو ليتس اند جنتلمان حبيبنا الله يسعدكم يا رب، ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا. بس ولكن شباب هالمره شباب حابب ابلش فكره جديده شباب، اني انزلكم الان رح تشوفوا بعد هذه الفقره هاي شباب رح نفرجيكم عملت روم ضد المتابعين 1 في 1 شباب، يعني صراحه حبيت اشاركها معكم شباب. اوكي خليكم على المقطع شباب، وهي بيكون انتهى مقطع التسريبات، رح افرجيكم الجزء الثاني اللي رح ينزل رح تشوفوا الان معلم. اوكي عجبكم المقطع لا تنسوا باللايكات وشيرات ومرات حبايبنا الله يسعدكم، ونشوفكم مقاطع جديده مشاهده ممتعه للجلد. روح كفو اسطورة كفو حجي كفو حجي كفو حجي كفو حجي كافي شغل كريستيانو يا ولد ووو هيد شوت موجود انت؟ هذا شاب يلا روح حبيبي روح لحظة هيدي برات الفيت كافو بدك كافو برودك كافو برودك